هانتوما البنات بعد ما كما قلت نشف هانتوما شوف فرتت وحطي راه واعر البنات راه شي حاجه اللي خطيره. ها شوف قماش رائع بمواد جد طبيعيه يعني غير من الدار. راه اش غنقول لكم انتم غتشوفوا فاش غنغسل وجهي غادي يبان لكم الفرق ما بين قبيله ودابا ودرتو حتى رجلي ويدي. ها عرفتي شحال جمعت هنايا شوف شوف شوفوا حوايجي البنات هانتوما شوفوا النتيجه انا عجبتني بزاف 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 صراحه واعره 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 البنات غير جربوها راه رائعه. شوفوا كيفاش خلات لي وجهي كيبري ويعني حيدات لي كلشي هادشي ولاني فيه نقي يعني وهنايا كانوا عندي لي بوين صراحه راه واعر واعر البنات. السلام عليكم البنات اش اخباركم كنتمنى ان شاء الله يا ربي لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كنتمنى من كل قلبي تكون صحتكم بخير وعلى خير ان شاء الله وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الموضوع مهم بزاف اللي كانوا معايا في اللايف البارح غادي يعرفوني علاش كنتكلم. غادي نعطيكم واحد الوصفه واعره البنات زوينه بزاف معتمده عندي يعني راها بمواد طبيعيه جدا مكونات طبيعيه يعني بدون تكلفه. غادي نهضروا اليوم ان شاء الله على واحد الوصفه اللي كتبيض لي الدين والرجلين والوجه يعني وحتى الرقبه كتقشر هذوك الخلايا الميته كتحيد ديك الجلده اللي ميته وكتعاود كتفتح البشره وكتعطيها واحد يعني بحال قماش تقريبا راه هي قماش في نفس الوقت كتبيض وكتملس كترطب الوجه. غادي نطبقها قدامكم ما تمشيو فين نخليكم معايا حتى النهايه كملوا الفيديو حتى التالي باش ما تجينيش شي اسئله اللي هي الجواب ديالها كاين في لا فيديو. المهم البنات قبل ما نبداو الوصفه ديالنا ديال اليوم كنجدد بكم الترحاب وكنشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديو ديال البارح. شكرا لكم بزاف لان فعلا الفيديو ديال البارح والوصفه ديال البارح كتستحق انها تجرب. بوتوكس طبيعي فقط بكاس وشمعه صراحه فكره رائعه وكنت بغيت نشاركها معكم من شحال هذه يلاه كي تحت الفرصه انني نحطها. المهم البنات اللي ما شافوش الفيديو كنتمنى ترجعوا تشوفوه راني نزلته البارح في لاشين. اللي بغاو اللايف ان شاء الله غادي نحاول ما امكن ندير لكم اللايف في الاشياء ما توفقتش غندير لكم غدا دائما مع تسعود. الناس اللي اول مره كيشوفوا لاشين مرحبا بكم في القناه المتواضعه ديالي. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتنضموا للعائله ديالي مرحبا بكم يعني توليوا من العائله حتى نتوما وما تنساش تفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. بالنسبه للمتتبعات الغاليات دائما تنشكركم دائما كنبغيكم ولكن ما كنعياش من الشكر لكم والله العظيم. شكرا لكم على تعليقاتكم ما تنساوش انكم تلايكيو الفيديو بزاف بارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا باش يكون تفاؤل في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله باش توصلوا لواحد العدد ديال اللايكات في واحد الزمن قصير كيوصل بزاف ديال الناس. المهم البنات بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو المكونات ديال الوصفه. ها هما البنات هادشي اللي غادي نحتاجو فقط. غادي نحتاجو البيض على راس القائمه. اشنو غادي نديرو البيض سواء البلدي انا تعمدت نوري لكم هادو يعني بجوج باش تفهموا البيض البلدي او الرومي اللي توفر ديريه. بالنسبه للبنات اللي في الديار الاوروبيه يعني خارج المغرب وكيقولوا لي ما لقيناش البيض البلدي ديري الرومي ولكن ما غاديش ديروا هنا البيضه كامله البنات غادي نديروا فقط الاصفر ديالها صافي سواء بغيتي ديري هذه سواء هذه المهم غادي ديري غير الاصفر البيض. لا غادي نحتاجوا فرماجه اي نوع بغيتوا ديروه المهم تكون مثلثه ماشي الفرماج المربع لا او الجبن المربع لا ماشي هذاك. غادي نحتاجوا فقط فرماجه وحده الا كنتي بغيتي ديري غير وجهك غير فرماجه وحده فهميوني يا البنات. كنتي بغيتي ديري يديك ورجلك غادي تزيدي ضعفي الكميه سيرتو الا بغيتي ديري حتى الرقبه ديالك وكذا دونك ديري غير جوج فرماجات وجوج مح ديال البيض. وغادي نوريكم شحال غادي تحتاجوا ديال نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان. القهوه سريعه الذوبان غادي تحتاجوا منها جوج معالق جوج معالق البنات اللي غادي تحتاجوا بحال هكا عامرين. غادي نحطوا البيض هو الاول انا غادي ندير البلدي ماشي مشكل اللي ما عندهاش راه حتى الرومي راه هو خدام يعني ماشي تقولي ما نديرش الوصفه لان ما عنديش البيض لا صافي غير ديري. ها نتوما البنات درت الصفر ديال البيضه هنايا راه غير تقطع لي الفيديو. غادي نزيد عليه هاد الجبنه هذه كما قلت مثلثه
هيا ياك، وغادي نحاول ما امكن انني نخلطو مزيان لدرجه ان هاد الحبيبات ديال القهوه البنات ما خصهمش يبقاو، فهموني؟ يعني ان خاص القهوه تذوب بداك في داك الصفر البيض والفرماش. كنتمنى تفهموني، يعني انا شبيت نوصل لكم بمعنى ان الماسك ما خصش يبقاو فيه هاد التكتلات بحال هاد الشكل ديال الفرماج. ها نتوما البنات شفتوه، ها كنديروا بالظهر المعلقه، يعني حتى غادي نبقاو معاه نيت واحد الخمسة دقائق حتى الستة دقائق، وحنا كندلكو هذا الشيء ما يبقاش الاثار ديال الفرماج او الاثار ديال القهوه سريعه الذوبان. في حالات اللي ما عندهاش قهوه سريعه الذوبان غادي دير القهوه العاديه، يعني مطحونه، ماشي تشريها مطحونه. انا ضد اي حاجه تشريوها موجوده، يعني الا بغيت القهوه العاديه غادي نجيبها حبيبات ونطحنها، اولا ناخذها حبيبات ونطحنها عنده هو النيت، كتكون عندهم لا ماشين باش كيطحنوا لينا الاطريه والقهوه. كنتمنى تكونوا فهمتوني، لان حنا بغينا شي حاجه بيو ما يكونوش فيها اضافات. نجيب البن ونطحنو او نطحنو عندو نجيبو، يعني بلا ما يزيد ليا فيه لا اطريه لا والو. راه هما راه غالبا كيزيدوا الاطريه في القهوه، دونك الا درتيها لوجهك راه ما غاديش تعطيك شي نتيجه اللي كنتي كتقلبي عليها. تقدر الله يستر تعطيك شي حاجه من غير داكشي علاش كتقلبي. حنا ما بغيناش هادشي، دائما انا كنقول هادشي لا على الزيوت ولا على بحال هكايا اي حاجه كنجيبوها من برا، ولا خرقوم ولا شي حاجه كدار للوجه نجيبها ونطحنها انا، ماشي طحنها ليا شي واحد او لا يعني بيعها ليا موجوده، يطحنها وي ولكن قدامي انا ضروري كيكون اضافات في داكشي مع احترامي لهذوك الباعه. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا، شوفوا الخليط كيفاش غادي يندمج مع بعضيته. انا غادي نزيد ندلكها واحد شويه ونرجع معكم. انتما البنات بعد ما خلطتها شوفوا راه ما بقاوش الحبيبات، يعني غير هنا في الجناب ماشي مشكل، ولكن الخليط لداخل راه هو اندمج مع بعضيته، خاصو يكون بحال هكا لامع. هذاك البيض هو اللي كيعطي هذا اللمعان. ممكن تزيدوا واحد المكون هنا ما كاينش مشكل، اللي هو السكر حبيبات او السنيده او السكر الخشن، كل واحد شنو كيقول له. المهم على حسب البنات اللي في الدول الاخرى باش يفهموني انا شنو كنقول. ممكن تزيدوا هذاك المكون هنا الا بغيتوا تزيدوا يعني في القوه ديال المقشر، مي انا تنديروا بحال هكا صافي غير باش نتفاهموا. ولكن الا درتوا السكر راه النتيجه غادي تكون مزيانه بطبيعه الحال. البنات اللي كما قلت عندهم الحساسيه ما يديروش السيترون في المقشرات، لان فات لي حطيت مقشر بالسيترون كاينه اللي كتقول لي عندي الحساسيه منه، اذا هذا راه ما فيه لا حساسيه لا والو، راه ما غادي يدير لك لا حبوب لا والو، غادي يخلي البشره ديالك ان شاء الله مزيانه وغادي يفتح لك اللون. دابا البنات غادي نطبقوا قدامكم باش تكون يعني تكونوا مرتاحين، وتا انا نيت راه درتو باش غادي نطبقوا على وجهي، مي كيما قلت راه ما كنطبقش انا ماسك على وجهي مرتاحه حتى كنكمل لا فيديو، عاد باش كنكملو هنايا مع الجناب وداكشي لانني دايره فولاره، هادشي راه معروف وبغيت نديرو انا حتى في يدي مع رجلي. المهم البنات ها نتوما غير محه ديال البيضه او صفر ديال البيضه، شوفوا شحال اللي عطانا هنايا، عطانا تبارك الله واحد الكميه اللي غادي دير لينا تقريبا الوجه والرقبه من القدام او العنق من القدام. صافي البنات غادي نجيب واحد لابانسو اللي توفر عندك، توفرت لابانسو ديري بها، ما توفرتش غادي تجيبي معلقه خشبيه او معلقه بلاستيكيه وغادي تبداي كدوزيها تقلبيها وبداي دوزي بها على وجهك اللي توفر خدمي به. بالنسبه للبنات اللي قالوا البارح بان الوصفه كتزرق، ها هو وجهي صورت معكم به البارح، وعاود ثاني درت المساج يعني به بالكاس ملي كملنا لا فيديو، فيها شي زرقيه. الناس عزيز عليهم تعقب على اي حاجه، كيعقبوا على القران بقيت غير انا، فهمتوا؟ يعني اي واحد راه غادي يدخل لا بدا ما غادي يكونوا تعليقات سلبيه وايجابيه، والحمد لله الايجابي اكثر من السلبي وهادشي اللي كيفرحني. المهم البنات هذا الماسك هذا كما قلت المواد ديالو راها طبيعيه جدا. ها نتوما البنات انا غاديه معاه هنايا دقه دقه، يعني باش ما نقيش عيني ما نقيش فمي، هو راه مزيان ما عنده فاش يضرك كما قلت، النسكافيه مع الفرماج مع هادشي كلشي كيتكال، مي لا ما تقيسوش فمكم وعينيكم، حذاري من اي ماده جميليه سواء طبيعيه او غير طبيعيه تقيسي بها عينيك، تقيسيش عينيك العينين لا. كما قلت البنات انا راه فاش كنكمل الوصفه يعني كنعاود نديرها عاوتاني لوجهي كامل، الجبين ديالي العنقي كلشي، اي حاجه حطيتها لكم راه كنديرها معكم، كون كان فيها ضرر انا ما غنديرهاش، وكون كان فيها ضرر انا ما نحطهاش
وبنقص من اي سنتيم بغى يجيني من هذا الفيديو. فهموني الناس اللي متبعيني قبل من البدايه ديالي راهم عارفيني. هانتوما البنات، يعني بعد ما طبقتو مزيان على وجهي ما فلت حتى شي بلاصه يعني اللي ما مديوراش مزيان، يعني كتحسوا بان وجهي راه كامل، يعني كل بلاصه قصتها دابا ماشي كامل، كل بلاصه قصتها راه هي شاربه هاد الماسك مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نخليه واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه حتى كينشف ياك، وغادي نزيد ليه شي شويه واحد الطبقه رقيقه ماشي بزاف، ونخليه عاوتاني كما قلت لكم الوصفه بغات شي شويه ديال الوقت، واحد نص ساعه على الاقل. يعني غادي نخليه 15 دقيقه دابا ونعاود ليه واحد الطبقه يعني رقيقه، عاد عاوتاني غادي نرجع باش ندير ليه القماش معكم فاش غادي ينشف، نوريكم كيفاش غادي يجي. هانتوما البنات، بعد ما نشف ليا الماسك صافي، ما غاديش نزيد حتى شي طبقه، فقط غير هذا. هانتوما شوفوا راه ناشف، ها شفتوا صافي راه نشف. دابا اش غادي نبدا ندير؟ حاولوا ما تهضروش ملي ديروا هذا الماسك، غادي يخلي لك التجاعيد الا بقيتي كتهضري. صافي انا راه درته وبقيت مكالميه حتى دازت المده اللي قلت لكم. هانتوما البنات، ها شوفوا هانتوما البنات، بعد ما كما قلت نشف، هانتوما شوف كفرتت وحطي، راه واعر البنات، راه شي حاجه اللي خطيره. ها شوف قماش رائع بمواد جد طبيعيه، يعني غير من الدار. راه اش غنقول لكم، انتم غتشوفوا فاش غنغسل وجهي غادي يبان لكم الفرق ما بين قبيله ودابا، ودرتو حتى رجلي ويدي. ها عرفتي شحال جمعت هنايا؟ شوف شوف شوفوا حوايجي. صافي البنات، انا استمريت بحال هكا كنحيد، يعني حتى ما غادي توقع فيا حتى شي حاجه. شوفوا كيفاش كيخلي البشره البنات، بلاتي نفيني هنايا. شو بحال البشره ديال شي بيبي، كتكون رطبه واللون ديالها زوين. صافي بحال هكا. قماش واعر يبيض وينقي كل شيء في وقت واحد، صراحة رائع 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 بزاف. أنا كنصحكم أنكم تقشروه بحال هكا كيما شتوني درت أنا، ما تغسلوش بالماء، يعني بلا ما تقشرو تمشيو تغسلو بحال ما درتو والو، خاصكم ديرو هكا باش كاع هذا الشيء اللي كيكون هنا، هاد لي بوين، هاد البشرة المي هذيك الجلدة اللي كتكون ميتة تحيد. انت ما حدك كتقشري وانت كتجمعي يعني الرام ديال الوسخات من وجهك، وحتى يدك انقك، يعني رجليك، البلاصه اللي بغيتي ديري ليها هذا الماسك ديريه ما ترديش، راه فقط الفرماج والبيض والقهوه ما عندهم فاش غادي يضروك. صافي البنات، انا غادي نغسل وجهي ونرجع معكم. البنات هانتوما شوفوا كيفاش يعني البشره ديالي كيفاش ولات، صراحه كانت زوينه وزادت، يعني راه الفرق باين لكم كيفاش بديت لا فيديو، كيفاش يعني شوفوا النيف ديالي ولا كيبري، الوجه ديالي ولا زوين يعني، والملمس الملمس واعر خطير. شوفوا يدي البنات ورجلي تبارك الله ولاو كيشعلوا. صراحه البنات راه ماسك واعر 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 بزاف، فيه قماش فيه تبييض فيه ترطيب، يعني راه ما غاديش تلقاو بحالو نهائيا، غير ديروه بمكونات بسيطه بسيطه بزاف، كاينه في كل دار يعني غادي تلقاو فيها هادشي. وحتى لما كاينه شي حاجه شنو غتشري، الا شريتي شي فرماجه وصافي بدرهم، وهانتي دايره قماش واعر يعني تشريه باثمنه يعني باهضه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، نال الاستحسان ديالكم، تنتمنى تزيدوا تشجعوني اكثر، بارطاجيو الفيديو، اشتركوا في القناه، خليوا لي تعليقاتكم، كنحماق عليكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.